انه السيد يحيى سيعرض على العداله يوم الثلاثاء. هذا نصر للشعب الجزائري انه اسقط احد كبار رموز الفساد في الجزائر. نتمناو ان شاء الله من العداله الجزائريه انها تنصفنا، وثقتنا فيها كبيره. بربي ان شاء الله اللي حرم الشعب هذا من الياورت، بربي ان شاء الله العداله تحرمه من الحريه تاعو.